اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم انا اليوم في هذا البث المباشر من سيدي علا البحراوي. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه السيده هذه اللي عندها 6 وليدات مطلقه وعايشه واحد الغرفه حالة ديالها يرثى لها. غادي نسمعوا هذه القصه مع هذه الام محلتها كيف ما كتقول محلتي للزمان محلتي للوليدات محلتي للكرا ومهدده بالطرد لان ما عندهاش باش تخلص مجموعه الحوايج. غنسمعوها لالا. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر قبل الميكرو. عاود لنا الاسم ديالك ومن المنطقه وعاود لنا القصه ديالك من الاول. مرحبا بك. انت يعني مباشره لالا تفضلي. السلام عليكم. كيف حالك؟ ديالك اسمي فاطمه حكوش كنسكن في دلال البحراوي. والبداية ديالك جوج في تيفلت؟ نعم ما كنسمعش. عرفتي من الاول وعرفتي رفعي الصوت ديالك. جوج في تيفلت واحد السيد كيعذبني وكيضربني عشت معاه واحد المعاناة كثيرة شي 18 عام. انا في العدم معاه كنصيفطني نخدم بزز عليا كيخرجني كيهددني يضربني نجلسو في الجوع ما تكسيني ما تكسي الدراري لا والو. بقيت هكاك حتى جيت تفرقت معاه جيت بحال هكا بقيت كارية سيدي علا البحراوي بوليداتي كارية بيت بحال الجيران. لا خا انا حاليا دابا عايشة في واحد الحالة ما تيتفكرها ما تيتفكر ولادو ما تيجي لا في عيد كبير لا في المدرسة لا حتى في شي حاجة ما كيتفكرهم ما كيسول فيهم لا والو. حد الان انا دابا معاهم عايشه معاهم خدامه عليهم كنخدم في السطو كنخدم في الفارم هادي حاله ما كاين. نقول لكم اخوتي راني جالسه في هاد العدم وانا مطارده عيني على الدار باش نخرج باش نتحول لمن دارهم. ثلاثة دعوات دعوني كيقولوا لي الماء قطعوا عليا الضوء انا شاد بولا عيني الجيران تنقلب على الكرا ما لقيتوش. كل نهار جاي عندي تيهدوني دخلوا لي واحد ولدهم مريض مريض نفسانيا تيشرب الدواء طوبيت معايا باش يهددني باش يخرج باش نخرج باش يخلي باش نخرج وانا مازال عايشه في هاد العذاب. الدري مشدود ليا في الحبس اللي تيعاونني على المصروف 22 عام محكومين ليا ب 10 سنين 10 سنوات باش يحكموا علي. اعلم دابت الدابس دابت كتير باش مع واحد الدري يحكموا عليا ب 10 سنين وانا جالسه دابا مع عيني الدري في الحبس مع عيني الكرا مع عيني الدراري صغار مع عيني حتى الحاجه جالسه تنخمم ليل ونهار ما عرفتش شنو غادي ندير. الدراري تنبغي نمشي نخدم الدراري ما تلقاش لي كابلهم ما لقاش لي طيب ليهم هما اللي نضار. كل نهار جايين عندي كل نهار يقولوا لي خرجي لا نلوحوا لك حوايجك في الزنقه تنقلب على الكرا ما لقيت الكرا لا والو ما عنديش باش نكري 20 ولا 22 ما عنديش ما عنديش الجهد ليها. خاصني نمشي عند الدري الزياره خاصني المصروف الدراري خاصني الماء والضو خاصني بزاف الحوايج. مساكنة سكنة زوينة مساكنة كوزينة زوينة مساكنة حتى حاجة جالسة في العذاب. البنت جوج جات لي هي 17 عام ما بغاتش نتزوج قالت لي ماما على بديت هاد الشي ولا بديت هاد العيشة اللي عايشة فيها أنا كنمشي نتزوج يلا 17 عام ما بغاش كيدوزها لنا في العقد. جوجت على 15 الاخرى جوجت على 15 عام عندها 4 الوليدات عندها 26 عام حتى هي عايشه واحد المعاناه بوحدها وانا انا عايشه بوحدي. هانتوما تشوفوا السكنه كي دايره وتشوفوا الدور كي دايره. هي لما خدمتش انا ولا ما جدتش لي ما ياكلو ما كاينش اللي يعطيهم شي حاجه. الدري عنده 8 سنين امام عيني ما لقيتش باش ندوز ليه باش نشري ليه نتاضر عامين هو جالس بلا نتاضر. شوف اما عندها 8 سنين هو اسر واحد؟ هو اسر الطفل؟ لا عندي البنية الصغيرة هاديك يسرى عندها 4 سنين نعم. هو انا تنقول لكم هادشي اللي كاين عندي هو هذا. واخا قول الرقم ديالك. الرقم ديال التليفون 06 58
صفر خمسة 42 52. أنا كنتسافر هاد العادة دابا في هاد الدار حاليا ومع هاد الراجل مريض والحمالين الدار تيشرب الدواء وانتوما تشوفو الصوير دابا يصورو السيد وتشوفو كيفاش دايرة الحالة كيفاش عايشة معاه الخلعة والرعب وتنبغي نمشي نخدم تنخاف على ولادي وتنخاف عليه ندخل عليهم والخلعة فيا بالليل وبالنهار وهادشي داير انو عليا الضد باش نخرج ليهم من هنايا وانا ملقيتش فين نسكن وانا جالسة في العادة تنخمم الليل والنهار. كنخدم نهار السوق صافي تندير قهوة في السوق لحد كندير اتاي الحرشة وداكشي صافي بيها باش عايشة وباش كنخدم مرة مرة هكا في شي دار ولا في شي فيرما ولا شي حاجة ما كانش راني جالسة في الدار ما عندي ما ندير ما عندي شي ماندا ما عندي شي مدخول ما عندي شي واحد تيعاوني الدر اللي تيعاوني 22 عام راه في الحبس انا قلت لكم تحكم ليا بعشرة سنين ما لقيت باش نعاونو ما لقيت باش نوقف معاه ما والو كل 15 يوم خاصني نمشي عندو الزيارة نعطيه ما عنديش باش نوقف معاه ما عندي بنت ديالي ما عندي باش نصرف انا ما عندي باش نوكل دراري ما عندي اللي يعاوني لا والو غير بوحدي. إذن كيف ما كتابوا معنا متابعين الأفضل متابعين قناة شوت في قناة الشعب هاد الأم اللي عندها ست وليدات كيف ما تابعتوا معنا فالظروف ديالها صعيبة كتطلب من الناس القلوب الرحيمة أنهم يساعدوها كذلك كتقول الله يجزيكم بخير أنا عندي هاد المهددة بالطرد من خلال هاد الغرفة اللي ساكنة فيها فالله يخليك لنا قدر أنه يساعدني فالرقم ديالها كاين نسمعوك بس وغنقول لكم الرقم ديالها اللي هو اللي هو الرقم ديالها هو 06 أو ديال لا 06 58 05 05 42 52 42 52. والله يدعو أجر محسنين فلذلك كنتمنى أنكم تبارتاجوا فضلا وليس أمرا باش توصل القلوب الرحيمة. الحمد لله كيف ما تعودنا دائما أن خوتنا برا كنتعاونوا معاهم خصوصا في الحالات خصوصا في الحالة ديال فكري في الاسم ديالك فاطمة خصوصا في الحالة ديال فاطمة اللي كيف ما كتلاحظوا الظروف ديالها صعيبة بزاف فشكرا مرة أخرى وإلى اللقاء دمتم في رعاية الله وحده إلى اللقاء.